خرجته من الفران كان طاب، نحاول انني ندهنو بالزبده، الزبده كتخليه يفتي وكذلك غادي يتحمر. غادي نحاول انني نحيد عليه بابي الومنيوم. غادي نبقى مكمله، انا قلبت الجهه الاخرى حتى درت ليها الزبده صافي، وغادي ندخلو الفران يتحمر. فبعد ما خرج من الفرن كما كتلاحظوا، فانا حاولت انني نغطي رجعت ليه الغطاء ديال الالومنيوم وكذلك يعني الورق ديال الفرن باش يبقى طري، يعني حتى الوقت اللي غادي بغينا نديرو نحطوه في طبق التقديم. فانتما كما كتلاحظوا، فبالنسبه للطبق ديالنا فهو هذا كما كتلاحظوا، فهو الطبق اللي كيجي غزال رائع ما نعاودش لكم عليه. فبالنسبه للتزييف، انا حاولت انني ندير معاه البرقوق ومشماش، فانا سلقتهم في الماء مع معلقه ديال القرفه، 5 معالق ديال السكر، ومن بعد درتهم في التغميره اللي شطت في المرقه. ومن بعد سلقت اللوز كما كتلاحظوا، قشرته ومن بعد تحمرته، فهو كيجي غزال فتي كما كتلاحظوا. والطريقه ديالو سهله وبسيطه، ولكن المذاق ما نعاودلكمش عليه. فالمذاق ديال الفواكه الجافه مع الملح، فاكيد الناس كلهم عارفين هذا المذاق هذا شحال كيتواتى. فان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك واشتراك اللي باقا ما اشتركتش في القناه، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.